نروح للقاء مهم جدا من خلال زميلي العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي ومعاه الكابتن الكبير كابتن مصطفى عبده. يا توفيق اتفضل. مجري طبعا. شكرا للزملاء الاعزاء في الاستوديو مكملين وتغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، ويوم عظيم جدا من ايام النادي الاهلي التاريخيه وانتخاب مجلس اداره جديد لدوره قادمه من 2021 ل 2025. شرفنا يكون واحد من اهم وابرز رموز النادي الاهلي كابتن مصطفى عبده. انا كابتن مصطفى عبده في الاول متشرف ان انا مع حضرتك النهارده. رايك بقى وانت واحد من ابناء النادي الاهلي، يعني اللي شرفوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المشهد التاريخي النهارده. بص انا يعني احنا مش هنزيد في الكلام، انت الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي طول عمرها حاجه مشرفه. الجمعيه العموميه النهارده موجوده، كل واحد جاي عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه، وفي النهايه بيطلع العرس جميل. اللي بينجح بنقول له مبروك، واللي ما بينجحش بنقول له معلش تعوضها ان شاء الله في الدوره اللي جايه، واللي عاوز يساعد بيساعد النادي من اي مكان. فعشان كده النهارده سعيد بكل اربع سنين دول بنشوف فيهم ناس ما شفناهمش بقالنا سنين طويله يعني. فانا سعيد النهارده ان انا بشوف الحضاره الجميله، منظر حضاري بالنسبه للجمعيه العموميه، فمفيش احلى من كده. حضرتك يا كابتن مصطفى حضرتك شاركنا الراي النهارده كمان، التنظيم والمنظر العام يليق باسم ومكانه. بس النادي الاهلي مش محتاج انا اقول ان احنا اتولدنا في النادي الاهلي هنا بينظم، لان النادي الاهلي بيعمل كل حاجه على اكمل صوره، بيريح الجمعيه العموميه، بيريح الاعضاء بتوعه في كل شيء. فانا شايف منظر يعني مفيش اسهل من كده واحلى من كده واجمل من كده، وبشكر الجمعيه العموميه انها جت بالفعل كده باعداد كبيره جدا وحاجه حضاريه غير يعني ده المتوقع من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. حضرتك يعني الرساله هتوجهها لاعضاء الجمعيه العموميه لسه ما ادلوش باصواتهم، وكمان يعني تقول لي توقعك النهارده نسبه المشاركه. انا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه انتوا عارفين انتوا جايين عايزين مين، اللي انتوا شايفينه للصالح العام حطوا الاسم اللي هو هيريحك انت وشايف ان ده مستقبل النادي الاهلي. وانا عارف هي هنا احنا اسره واحده، اللي بينجح واللي ما بينجحش في النهايه كله بيخدم النادي الاهلي. فبقول للجمعيه العموميه بشكركم على حضوركم وتواجدكم النهارده بالكثافه ديت، وانا عارف هنعدي الارقام كبيره قوي، وربنا يوفق ان شاء الله، وفي النهايه نسقف لبعض، وفي النهايه احنا بنشتغل كله لصالح نادينا الكبير، نادينا العظيم، نادي القرن. شكرا كابتن مصطفى، واتمنى لك دوام الصحه والتوفيق ان شاء الله. شكرا. يعني الزملاء الاعزاء يمكن ده كان لقائنا مع الكابتن مصطفى عبده احد رموز النادي الاهلي، واعتقد كلامه كان واضح جدا ورسالته واضحه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. فعلا المشهد هنا يليق باسمه ومكانه تاريخ النادي الاهلي. الكلمه ليكم، اتفضلوا.